ناحية الفنية هي من الناحية المعنوية، وين الفريق كان في حتمية الرجوع إلى سكة الانتصارات. هذا الشيء الهدف راه تحقق، هذا الشيء مهم مهم جدا. أما بالنسبة من الناحية التقنية فيه عدة أمور اللي فيها الإيجابيات، وبالطبع فيها أمور اللي الآن راح تأخذ بعين الاعتبار، سواء من ناحية النظام التنظيم، الفرديات موجودين الآن قاعدة ربما عهد جديد للمنتخب الوطني، النظرة اللي راح كيفاش تكون يعني مستقبلا، رغم أن صعوبة المباراة اليوم كنا ننتظروا تكون مباراة صعبة أمام فريق اللي جاء رفض باش يلعب كرة وربما لعب على حساب الإمكانيات ديالو. المهم النتيجة جد إيجابية اللي راح تخلي الفريق الوطني يعاود يكسب من ناحية المعنوية، لأن اليوم فيه نقطتين مهمين من ناحية المعنوية، يعني الذهني، يعني في التحضير الذهني هي الثقة في النفس وكيفاش يعني التقييم النفسي، يعني لا كونفيونس ان سوا اي ليستيم دو سوا. اليوم هذوما النقاط اللي ربما يركز عليهم الناخب الوطني لاسترجاع القوة اللي كانت فيها الفريق الوطني. حتى يعني شفنا بعض ملامح وين يعني كما نقولوا فيه سوليداريتي، يعني تضامن مع الناخب الوطني، خاصة في الهدف الثاني شفنا يعني